اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ مني يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عروض البيع. عندنا نهايكم بتنال اعجابكم. النهارده جمعه مباركه على الجميع يا رب. في ناس طلبت مني يا جماعه فيديوهات الحمام البهلوان او الحمام الشقلباز الارضي، وفعلا دورت يا جماعه وجبت لكم راجل محترم من شربين منصوره، عنده 15 جوز بيبيع. هنتكلم برضه يا جماعه عن الحمام البهلوان ده. يا جماعه حمام اصله نشأته الهند، او بمعنى اصح جنوب شرق آسيا. البلد اللي اشتغلت بيه قوي وحافظت على السلالات بتاعته وطورتها اللي هي المملكة العربية السعودية، فيها يعني أنضف سلالة اللي بتجم السعودية دلوقتي. متوسط السعر يا جماعة 300 أو 400 جنيه لو جزء شغال. الحمد يا جماعه ما بيطيرش، ممكن وهو زغليل يطير ارتفاع مترين ثلاثه، بس بعد المترين بعد وبعد ما بيكبر الحمام ده ما بيطيرش خالص. ونشوفه زي ما هو كده، يعني الحمام الحر ده مش بيطير. ممكن تلاقيه وهو لسه زغليل، اول ما بيطير كده بيطير شويه كده مترين ثلاثه، اول ما بيكتم كل شويه بيقل طيرانه لغايه ما يبقى كده يشقلب كده بس. طبعا ده له سوق ومطلوب، وانا كنت بربي من السلاله دي، كان عندي منه قبل ما افضي موضوع الحمام. دي حمامه جميله جدا. وفي منها يا جماعة الألوان كتير، وفي منها الحافي، وفي منها اللي بشرابات واللي بسرول عالي، يعني في حاجات مختلفة. يعني ممكن تلاقي حافي خالص شبه البلدي، ما بتلاقيش فيها أي ميزة خالص إلا هي موضوع اللعب على الأرض. يعني أنت تشوف الفرد تقول ده بلدي، بس تلاقيه بيلعب كويس. موجود عند الراجل ده 15 جوز. لو انت محتاج حاجة ممكن تروح تعين على الطبيعة، محتاج جوز اتنين تلاتة زي ما انت عايز، تواصل معاه رقم التليفون المثبت على الفيديو، واعرف التفاصيل الاسعار واعرف لانه عنده 15 جوز. طبعا الوان مختلفة ومستويات مختلفة، فتواصل معاه وان شاء الله تلاقي كل خير. واسيبكم يا جماعه تشوفوا الفيديو للنهايه. اتمنى لكم فرجه ممتعه.
تعالى. خلاص تعال تعال بس.